أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا
من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.